السلام عليكم. على الفور ومع السمح بخبر الزلزال في المغرب ورغم انشقاله بقمة عالمية، على الفور يأمر الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بإقامة جسر جوي مع الأشقاء في المغرب. جسر جوي يحمل الكثير من المساعدات الغذائية والدوائية وفرق الإنقاذ وما تستطيع دولة الإمارات العربية المتحدة من توفيره وإيصاله إلى المناطق المنكوبة في المغرب. يأتي هذا التضامن وهذا الموقف الأخوي غير مستقرب إن علمنا سيرة هذه الدولة التي هي سباقة في التواجد والحضور في الأزمات والكوارث التي تعصف بكل العالم. دولة معطاء، دولة سخية، دولة حاضرة في مثل هكذا جهود. والآن ورغم انشقال رئيس الدولة مثل ما قلت لكم بحدث عالمي لقمة عالمية، إلا أنه اعتبر أن ملف الزلزال في المغرب بات من الأولويات التي يجب أن يطلع عليها على مدار الساعة، وهو الذي أمر بصورة مباشرة وعلى الفور وكأول دولة الآن تعلن عن إنشاء جسر جوي مع المغرب. لم تكتف بالإعلام ولا بنقل الصور التي موجودة الآن على كل الفضائيات، بل بادرت بأن يكون لها لمسات تخفيف ومساندة وتضامن كامل مع الأشقاء في المغرب على الأرض. والمغرب الآن بحاجة إلى أن يكون الأشقاء قبل الأصدقاء حاضرين في مثل هكذا أزمة وفي مثل هكذا كارثة. هي كارثة طبيعية وزلازل تحدث ولا أحد يستطيع التحكم فيها، ولكن موقف الأشقاء هو الذي يجب أن يكون حاضرا وظاهرا وملموسا وعمليا على الأرض، وهو ما جاء على الفور و جاءت الاستجابة سريعة جدا من أعلى المستويات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة التي الآن سجلت الحضور الأول في مساندة الأشقاء في المغرب. كان الله بعون الأشقاء في المغرب، وهذا الموقف من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة غير مستغرب، لا يخص دولة بعينها حتى وإن كانت شقيقة وتربط الإمارات فيها علاقة ممتازة جدا، يعني ما يربط الإمارات مع المغرب الكل يعلمها على أن هناك علاقة ممتازة جدا، وبالتأكيد الأشقاء في مثل هكذا أزمات سيكونون حاضرين مع أشقائهم، ولكن الأمر يتجاوز حتى إلى الأصدقاء وإلى كل الدول المتضررة إن علمنا سيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص وفي هذا الجهد الإنساني ومتوفرة من أموال ومن دعم للجهات والمراكز الصحية وأيضا لمكافحة الأوبئة وتوفير اللقاحات المختلفة والوصول إلى أبعد المناطق المنكوبة المتضررة في العالم أو المتضررة صحيا، المتضررة طبيعيا، المتضررة من عواصف، من زلازل، من أعاصير، من حروب، من صراعات، من أيضا لاجئين موجودين في مختلف الدول. هناك بصمة للإمارات، ليست فقط بصمات إعلامية مثل التي يحاول أن يروجها الرسائل الإعلامية التي تروج هنا وهناك، ولكن بصمة واقعية على الأرض ناهيك عن ما توفره من سيولة مالية ومنح مالية وما توفره من مستشفيات ميدانية ومن تواجد لفرقها المختلفة التي هي مدربة ومجهزة لمواجهة كل هذه التداعيات باختلاف أنواع الأزمات، تعامل مع الأزمات باختلاف أنواعها. هناك خبرة وهناك فرق وهناك تدريب وهناك عناية وهناك تنظيم وهناك سرعة تحرك على الفور مع أن تصدر الأوامر على الفور. تحركت الفرق والطواقم الطبية وأيضا تحركت الكوادر المتخصصة في توفير المواد الغذائية وفتحت المخازن وفتحت المستودعات الخاصة بالغذاء وبالدواء للاستجابة إلى الأحداث الطارئة، الحوادث الطارئة التي تحصل، وهو ما نلاحظها الآن بدأ بصورة مباشرة من خلال الجهد الذي بدأ يعمل فيه مع أن أعلن رئيس أو أمر رئيس الدولة أن يكون هناك جسر جوي مع المغرب. بلا أدنى شك الإمارات والمغرب قلت لكم بأمانة دول تربطها علاقات وثيقة، علاقات قوية، علاقات متينة، لديها تعاملات وتفاهمات وتبادلات ومواثيق كبيرة جدا وأيضا علاقات شخصية على مستوى عالي، ويجمعها أيضا مصير مشترك ويجمعها رؤية واحدة في الكثير من
القضايا والملفات، هناك أيضا تقارب كبير جدا في الرؤى وفي الأطروحات التي تحصل، وأيضا في المواقف العامة ضمن الجامعة العربية، ضمن الأمم المتحدة، ضمن المواقف الدولية في شتى القضايا والمسائل المطروحة. لذلك التقارب الموجود بلا أدنى شك هو حاصل محصل، ولكن الجهد الإنساني المبذول من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للاستجابة السريعة لهذا الحدث أو لهذه الكارثة التي حلت في بلاد المغرب بلا أدنى شك لا تأتي بناء على ما يربط الإمارات بالمغرب. نعم، ما يربطها يوفر مسؤولية إضافية على الأشقاء في أن يقفوا مع أشقائهم، ولكن هذا ديدن الدولة مع المغرب أو مع كل الدول التي شهدنا آخرها تركيا وسوريا، وكيف أن هناك كان أيضا تواجد وجهد إماراتي حاضر وملموس على الأرض، وفر الكثير من المستلزمات، خفف الكثير من المعاناة، قدم ما يستطيع تقديمه أيضا في تلك الكارثة وذاك الزلزال. إذن الإمارات الآن هي سباقة في أن تتواجد ضمن هذا البعد الإنساني الذي عصف في بلاد المغرب الشقيقة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن المملكة مصابها، وأن يرحم شهدائها، وأن يشفي جرحاها، وأن يعوض هذه الأسر ما تضررت منه أو ما فقدت، وأيضا يؤمنها وتكون مطمئنة آمنة في بلادها، وتتجاوز هذه المحنة بسرعة كبيرة ومن خلال التكاتف الداخلي الذي لاحظناه أيضا داخل المغرب، مع أن أعلن عن هذا الزلزال حتى كنا على تواصل مباشر بحكم أيضا كعلاقات شخصية مع هذا البلد ومسؤولين في هذا البلد واتجاهات شقيقة في هذا البلد، لنتطمن على أحوال أهلنا هناك، ولكي نكون حاضرين معهم ولو بالكلمة ولو بالصوت ولو بالتعبير ولو بالشعور ولو بالإحساس، وهذا ما نستطيع عليها الآن. لذلك المغرب لاحظنا أيضا ميزة مهمة جدا داخل المجتمع المغربي أيضا تحسب له وليست أيضا مستغربة، إن علمنا الدواخل الاجتماعية لهذا البلد الذي فيه تكافل اجتماعي عالي المستوى، والذي فيه تتجنب وتستنفر كل الاتجاهات في مواجهة الأحداث والكوارث التي تحصل في البلاد، حتى لاحظنا هبة من كافة الأقاليم ومن كافة المناطق المغربية باتجاه المناطق المتضررة التي هي محصورة تقريبا في الجزء الجنوبي الغربي من مراكش المدينة التاريخية المهمة، ونأمل من الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية من كل سوء وشر، وينجي أهلها من كل بلاء، وأن يخفف مصابهم تعازينا الحارة لأسر الضحايا. قلوبنا وعقولنا معكم، ونعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل، وتقبلوا خالص تحياتنا واحترامنا ومساندتنا وتضامننا، فنحن بأجسادنا هنا ولكن بقلوبنا وعقولنا